الاتحاد الافريقي طلع علينا بمواعيد جديده للبطوله الافريقيه. هقول لكم بالظبط يعني نص الخبر اللي معايا. الاتحاد الافريقي اعلن، الاتحاد الكاف اعلن مواعيد الجديده لدوري ابطال افريقيا والكونفدراليه قدام حضراتكم على الشاشه. شاهد تغيير في خريطه الطريق بدايه من الجوله الرابعه لدور المجموعات. الاتحاد الافريقي الغى الراحه في منتصف دور المجموعات والتي كانت محدده بعد الجوله الثالثه. قرر الانتهاء من تلك المرحله بالكامل في 2 فبراير. قدام حضراتكم الجدول اهو، بس طبعا هو بالانجلش يعني يا عمر. ماشي، المواعيد تعرض في الجدول الرسمي قدام حضراتكم. ان شاء الله يكون الاتحاد المصري جاهز للجديد اللي طرأ عليه في مواعيد مباريات المباريات الافريقيه اللي طرحها الكاف. يعني لازم نجهز ولازم نكون يعني عندنا المرونه. ربنا يستر.